في ظل تزايد التصعيد بين الطرفين الروسي والأوكراني المتواصل منذ أيام، حيث في خطوة غير مقبولة، وهذا بعد إقدام الدولة الأوكرانية على استفزاز الجزائريين من جديد، حين أقدمت أوكرانيا مرة أخرى على دعوة الشباب الجزائري للتجنيد مع أوكرانيا ومواجهة روسيا، حيث أثارت هذه الخرجة لأوكرانيا ردود أفعال قوية من طرف الجزائريين الذين استنكروا هذه الخرجة من الجانب الأوكراني الذي يستهدف خيرة الشباب الجزائري لتجنيدهم وقضاء مصالحهم، غير أن الدولة الجزائرية لم تمر مرور الكرام هذه المرة على هذه الخرجة، حيث أشارت وسائل إعلام محلية اليوم إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية وجهت إنذارا شديد اللهجة للسفير الأوكراني بالجزائر بعد أن اعتبرته تعديا وانتهاكا واضحا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإن ما قامت به أوكرانيا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن الخارجية الجزائرية ستنتظر انتهاء التصعيد الروسي الأوكراني لتحاسب السفارة وتضعها أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وقد تصل إلى حد طرد السفير باعتباره لم يعد مرغوبا فيه في الجزائر. وبحسب خبراء فإن ما قامت به السفارة الأوكرانية لم يأتي من فراغ، وهدفه هو السعي إلى تفكيك التحالف التقليدي بين روسيا والجزائر وخلق توتر في العلاقات الثنائية بينهم وتوريط الشباب الجزائري في هذه اللعبة الغربية، لكن السلطات الجزائرية متفطنة لهذا الأمر. وللتذكير فإن الجزائر قد امتنعت عن التصويت خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على قرار يدين روسيا ضد أوكرانيا تجنبا للحرج بشأن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا.